يا ريس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنتوا معها انتم بعد؟ والله يستر. الرئيس ما يطلع فقد رجل الا في مصيبة. مساكم الله بالخير. هلا هلا. جاني خبر من إدارة السوق انهم راح يبنون مول كبير من 5 أدوار. مول بجنبها السوق. 5 أدوار؟ هذا بيغطون علينا الهواء والشمس ولا شلون؟ الله اكبر. عادي اللي بن نفسه خلهم يغطون، يظللون علينا ابرك ساعه. لا ما احنا موافقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يمزح يمزح. نقاشكم هالسخيف هذا ضيع من وقتي دقيقه وربع. معليش عذرنا. طال عمرك يعني ما دام السوق الان مجاور، المول اللي تقول انت مجاور للسوق، يعني وشو هالخبر هذا؟ يعني مثلا اداره السوق تبي تستاذن منه مثلا؟ انا قلت الاسئله بعدين. طيب فهمتوا الكلام؟ فهم. مول جديد بجنبكم، والسوق الشعبي هذا يبيعون وسلامتكم. احنا وين نروح؟ السلام عليكم، رحت اللي تبي. استغفر الله. الله لا يسلطك. يبي يشيلون محلاتنا ويشيلون اغراضنا ولا وشلون؟ لا بجنبكم. معي اقف اسمع. والله هذه فرصة اقتلكم من فوق السماء. يا اخي حظكم مول كبير جنب السوق هذا التراثي القديم. استثمروا فيه، طوروا. وسعوا التجارة حقكم. وصاد بقى. الفرصة هذه ما تيجي في العمر إلا مرة واحدة. لازم تمشوا مع التيار. الذي بيمشي عكس التيار بيغرق فيه. طيب وش نسوي؟ أنا الكلمة هذه ما أحبه. كل ما أتكلم مع أحد يقول لك إيش نسوي؟ إيش نفعل؟ إيش نعمل؟ ما أحبش. شوف أنت تجيب كلام منمق، كلام مرتب، مهندم، وتكلم تكلم تكلم. كل واحد يطبقه على راحته. الذي يطبقه بشكل سليم أقول هذا كلامي صحيح. الذي يطبقه ويفشل أقول والله أنا ما أعرف حاجة. شوف كيف المخ يعني مثل أدوى جمعة، لا يفيد ولا ينفع. بالضبط.